الداعية غرم البيشي يا أبو سعود، حياك الله يا أبو سعود. الله يحييك استاذ والله خالد العظيم ونحبك في الله ابو مشاري. الله يعافيك، الله وحبك يحييك الله الذي أحببتنا فيه، والله الذي لا إله إلا هو، إني لا أعلم عن الاتصال إلا الآن. قبل اتصال قبل ثواني قال للمخرج في مفاجأة لكم، يعلم الله لم تكن والله، انا مرتبة. اللي طلبت واتصلت عليهم واتصلت على المدير استاذ سلطان الحويماني ونعم ونعم وقلت اعطهم على رقمي خلهم يدخلوني لغلاكم ولمكانتكم في الله المنظمة. الله يحفظك يحييك، وعلى الله. وعلى راسي والله، انت وجميع الزملاء والاستاذ سلطان وجميع الطاقم معي في القناه، يعطيك العافيه ابو والله سعود. انا اولا بالتوفيق، والله يسعدكم ويعطيكم كلمه يا العافيه ابو ان شاء سعود، الله. اولا اشكرك يا ابو سعود، والله فاجأني والله، رغم ارتباطه وزواجه نقلت القناه هذه زواج، الله يوفقه ويبارك له ويبارك امين عليه امين، ومبروك ويجمع الزواج والله بينهم فعلا. بخير ويفول هالولد الصالح. امين ابو الله سعود يبارك والله فيكم ويجزاكم قدوتي، خير. وابو سعود يعني اخوي اللي لم تلده امي والله. نعم انا والله عافاكم تعجز زياده يا ابو كلامي. ناصر، بغير كلامي. الله يخليك ابو سعود، يعلم الله وفيك. يعني اللي شاهدناه ما شاء الله في زواجك، ما شاء الله حضرنا من الساعه 7 المغرب ولم نستطع السلام عليه الا تقريبا الساعه 1 ليلا، كان ما شاء الله حضور الله كثيف جدا. المستعان الله من المحبه، المستعان. اي والله من محبه ابو المحبه، سعود والله عسى الله صحه. ان يجعلنا وياكم خير امين ما يقولون الله وخير ما يرضى يقولون. عليك. واجدها فرصه ايضا لشوف قناه المرقاب ووجبتها يعني في زواجي هذاك اليوم لا انساها، يعني وقفه ابو مشاري والشيخ مسعد بن سمار والشيخ محمد الغامدي والشيخ ونعم سلطان، ونعم هذه الوقفات لا تنسى. نعم عسى الله ان يكتب اجركم واعتذر اطلت عليكم. ارفع لك العطاء يا ابو، الله يرفع قدرك، الله يعطيك ابو سعود، العافيه. بيض الله قاعد وجهك. اتابعكم يا امين، رب شكرا ان شاء الله. شكرا لك ابو سعود الداعيه الله غرم يحفظك. البيشي، شكرا لك. طبعا يعطيك العافيه، شكرا لك على مداخلتك، يعني والله لا اعلم عنها والله نهائيا انا جدا، يعني انا والله مفاجاه سعيده مفاجاه بالنسبه لنا سعيده صراحه. وشيء، وطبعا نشكر استاذ سلطان الحويماني طبعا طبعا على هو كثير من اللي المداخله. داعميني من يوم دخلت يعني الاعلام، وحبيناه في الله وحبنا في الله، واخوي اللي لم تلده امي، وانا لساني عاجز عن ابو سعود صراحه. نعم اسال الله في هذا اليوم ان يبارك له في المال والذريه. وفاجئني والله وكله والله فاجانا والله فاجئني، والله بدون مرتب يعني، وتراه هو من نجوم الكيك اللي الله وفقه، يعني ما يقع في زي الغيث ما يقع الله. في مكان نحسبه والله حسيبه. نعم. فهو من ينزل مقطع ويجي في التوب على طول، الله ما شاء الله يوفقه تبارك الله. طيب ومن الداعمين لي. نعم.